مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير بيتزا صغيرة للمناسبات ولأعياد الميلاد. عنا عجينة الباف باستري، جبنة مازوريلا، زيتون، فليفلي حلوة حمراء وخضراء، بصل، ملعقة صغيرة شراب حبق وربع ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة حبق كمان. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بقطع العجينة بهيدا الشكل، هلا بحطها للعجينة على ورق الزبدة، بعملها بالنص بهيدي الطريقة. هلا بحط الملح والحبق فوق الشراب، وحطيت كمان حوالي ملعقتين طعام مي، بحركهم منيح. وبحط على العجينة بهيدا الشكل، كمان بحط شوي بصل، فليفلة ملونة، زيتون، وهلا ابرش الجبنة على الوجه. عم حمل الفرن اكيد على درجة حرارة 250، هلا بحطهم بالفرن. هيدي البيتزا اللي عملتها انا وياكم، ما اخذت وقت بالتحضير، وهيدي العجينة من الاسفل. هيدا الشكل النهائي. هيدي البيتزا الصغيرة اللي عملتها انا وياكم، بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.